السلام عليكم مشاهدينا الكرام. السجون غير المرئية التي تنتشر مثل وباء الكوليرا توسعت من مناطق سيطرة الانقلاب إلى المناطق المحررة، لكن هذه المرة بإشراف الحزام الأمني وبخبرة أمنية إماراتية في المناطق الواقعة تحت سلطة أشبه بالانتداب والاستعمار السري. منظمة سام للحقوق والحريات أزاحت الستار الأسود عن سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت، قالت إنها تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارج عن سيطرة السلطة اليمنية بإشراف قوات إماراتية. السجون السرية لميليشيا الانقلاب وفق تقرير المنظمة أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة في صنعاء المختطفة والرهينة، وهي سجون غير معلومة تدار من قبل شبكة أمنية بأسماء مستعارة وكنيات مجهولة. المختطفون في حضرموت أيضا يتم القبض عليهم بلا أوامر قضائية وبأمر أمني مباشر ممن يشرف على قوات النخبة الحضرمية، وهي كيان خارج الدولة يعمل بعيدا عن سيطرة السلطة المحلية. حالة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان وسجل جديد وسجون سرية إضافية تمددت من الشمال إلى الجنوب تحوي عددا من الذين تم إلقاء القبض عليهم ووضعهم في معتقلات غير قانونية. فهل نحن أمام ظاهرة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان توسعت هذه المرة في المناطق المحررة؟ وماذا عن آلية الحماية المدنية الذين تم وضعهم في غياهب بسجون سرية تتكاثر على هذا النحو؟ ولماذا أصبحت السجون وفروعها البنية التحتية للسلطات المرتبطة بقوى إقليمية بعينها؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. مجددا يعود الحديث عن مأساة السجون السرية في ظل الصراع المحتدم في اليمن. منظمة سام كشفت في تقرير لها عن سجون سرية خاصة غير قانونية في اليمن، مشيرة إلى أنها أصبحت تشكل سلوكا ممنهجا في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي وصالح، وأنها تفتقر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية. تقول المنظمة إن تلك السجون انتشرت أيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خاصة محافظتي عدن وحضرموت، بعيدا عن رقابة وإشراف السلطة القضائية، ما يزيد من معاناة الضحايا المحتجزين بصورة تعسفية. الراصدون التابعون لمنظمة سام وثقوا أعدادا من المعتقلات غير القانونية في كل من محافظتي عدن وحضرموت تحت إدارة تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا، الخاضعتين بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي، حيث يتعرض المعتقلون فيها لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية. التقرير أورد التفاصيل عن أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي للمختطفين وفقا لمعلومات بنيت على شهادات لمحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية. المتهمون في حضرموت يتم إيداعهم السجون دون أوامر قضائية وبأمر من مسؤول عسكري يدعى أبو أحمد، وهو إماراتي الجنسية يشرف على ما يسمى قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل على ما يبدو خارج سلطة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة. المنظمة أكدت في ختام تقريرها إدانة لكافة هذه السجون وجميع الانتهاكات التي ارتكبت فيها، وطلبت الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاكا للقانون الدولي، كما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين جرائم ضد الإنسانية. إذن مشاهدينا الكرام نناقش هذه الحلقة مع ضيفي عبر سكايب توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام من جنيف، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولضيوفك وجميع مشاهدي قناة توفيق. نعم أصحح أستاذ توفيق، أنت معنا من فيينا، مرحبا بك. بداية، سجون غير قانونية تنمو تتكاثر، هذا ما تضمنه تقرير منظمة سام، هلا أوضحت لنا أكثر عما ورد في التقرير؟ حقيقة نحن في منظمة سام أصدرنا هذا البيان الصحفي، ونحن نعمل منذ فترة على ملف السجون أو المعتقلات بمعنى أصح، وهي خارج القانون والتي لا تخضع للإشراف القضائي، سواء في العاصمة صنعاء أو في مناطق سيطرة الحوثيين. ونحن على وشك الانتهاء من هذا التقرير في هذه المناطق، سيتضمن إحصائيات أسماء سجون، وصف لهذه السجون وما يدور حول داخلها، يومياتها إلى غير ذلك.
إضافة إلى سجون ربما تكون متواجدة داخل مناطق سيطرة المقاومة لتشكيلات من هنا وهناك، وأيضا فيها أناس محتجزون، وأنا أعتقد أن هذا أيضا خارج سلطة القضاء، بالإضافة إلى السجون التي تحدثنا عنها اليوم في بيان سام عن منطقة محافظتي عدن وحضرموت. نعم. طبعا التقرير هو لم يزح الستار، لأن هذه الظاهرة ليست جديدة، هنالك نشاط حقوقي وشعبي أيضا على الأرض في داخل حضرموت، في داخل عدن، هنالك هيئات مختصة بالمعتقلين، تظاهرت وتظلمت، رفعت شكواها، صوتها للسلطة الشرعية، للمختصين أيضا في سلطة عدن وحضرموت من أجل إنصافهم، من أجل إطلاق هؤلاء المختطفين، لكن لم يجدوا أي استجابة. هنالك إحصائيات نحن وثقناها في هذه السجون هنا أو هناك، السجون هذه لم تنفرد بها منظمة سام، صدرت فيها تقارير سابقة تحدثت عن هذه السجون بصورة تفصيلية إلى غير ذلك، وبالتالي نحن رأينا أن هذه الظاهرة صمت عليها الناس كثيرا، وبالتالي السكوت عنها سيؤدي إلى تمددها بصورة مخيفة ومخيفة جدا، ربما يذهب إلى أن كل شخص ينشئ له سجن خاص ويعتقل من يريد من خصومه دون أي مساءلة قانونية أو مساءلة قضائية. نعم. هذا التقرير هذه الصيحة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا، من أجل التفات كل الأحرار داخل اليمن من كل الفصائل إلى ما يحدث في هذه المناطق، من أجل التخفيف الضغط عن هؤلاء. نحن لم نأتي بشيء من ابتكاراتنا، لدينا قصص موثقة، لدينا أقوال موثقة، لدينا كل شيء موثق، وبالتالي نحن نتمنى أن يكون هذا التقرير من أجل لفت الانتباه بصورة قوية لما يحدث داخل الجمهورية اليمنية بشكل كامل. نعم، إذن يعني ما هي المعطيات التي على ضوءها تم اتهام جهات محلية وإقليمية بالإشراف على هذه الانتهاكات؟ طبعا المعطيات كثيرة، في إما قائمة على أساس وقائع ثابتة على الأرض من خلال أقوال الضحايا، من خلال أهاليهم، من خلال الجهات التي يتابع الناس وتوعدهم بإطلاق المعتقلين دون أن توفي بهذا الغرض، وكان آخرها اعتقال الصحفي أو الصحفيون هاني الجنيد وماجد الشعيبي والصحفي الثالث أيضا لا أذكر اسمه في معتقل 20. نعم، حسام ردمان بالفعل، وتعرضوا للتعذيب، وهي عبارة عن تشكيلات عسكرية. هذا التوصيف يجب أن نحددها بصورة دقيقة. إضافة إلى إشكالية أن القضاء مغيب، جعل كثير من الناس يقبع داخل السجون لما يقارب السنة والسنتين. هنالك اتهامات لبعض الجماعات بأنها إرهابية، هذا لا يمنع من أن يعطى هؤلاء حقهم الطبيعي، يخضعوا أو يقفوا أمام قاضي طبيعي يصدر الأحكام القضائية بحق هؤلاء بالجرائم التي ارتكبوها. أما أن يظل هؤلاء الناس مخفيين قصرا، لا يعلم أهاليهم أو ذويهم أين هم، أو دون أي محاكمات، هذا يعد انتهاك خطير للقانون المحلي والقانون الدولي. نعم، يعني إذن نحن أمام ظاهرة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، ربما توسعت هذه المرة في المناطق المحررة. يعني نحن نشكو عادة من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الانقلاب، ونقول بأنها في نهاية الأمر هي ميليشيا. الآن ما يحدث تحت سلطة الشرعية، كيف تفسره أستاذ توفيق؟ أنا أعتقد أنه في دائما عندما لا يملأ الفراغ السياسي للدولة يتمدد الفراغ اللاقانوني. نحن المشاهدين نحن أصدرنا تقارير متعددة وبيانات متعددة، أحيانا عدلنا المقاومة في بعض الأفعال مثل ما حدث في تعز إلى غير ذلك، وأصدرنا أيضا بيانات عن حضرموت في 13 يوليو 2016 كان البيان الأول عن وجود معتقلين، وتحدثنا أيضا عن بيان في بداية شهر يناير عن اختفاء أو اختطاف الناشط علي باقة طيار، ثم بعد ذلك جاء تقريرنا السنوي للأرض المنسية وتحدثنا عن وجود أخطاء لطيران التحالف والتي أقرت فيها لجنة التقييم عن وجود 25 حالة أو ضربة جوية بالخطأ نفذت في هذه الحالة، وتحدثنا عن وجود هؤلاء المختطفين، طالبنا الحكومة والجهات المعنية ببسط سلطة الدولة. دائما عندما تغيب سلطة الدولة لأي سبب من الأسباب يغيب الإشراف القضائي على مثل هذه الحالات، بلا شك بأن الذي سيملأ هذا الفراغ إما تشكيلات
عسكرية أو تشكيلات مسلحة، وبالتالي سيتبع هذا الميل وجود سجون ووجود أجهزة تحقيق إلى غير ذلك تتبعها خارج إطار القانون. لذلك نحن نعتقد أننا أمام ظاهرة ومعتقلات غير قانونية، بمعنى أنها غير خاضعة لسلطة القانون وغير خاضعة لإشراف القضاء. نعم. وبالتالي نحن تحدثنا عن هذا الأمر لغياب سلطة الدولة التي تملأ الفراغ في هذه المناطق. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير دكتور سمير. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. نعم، حالة جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان أشارت إلى وجود العديد من المعتقلات غير القانونية دكتور، يعني في مناطق سيطرة الانقلاب وأيضا في المناطق المحررة، ما تعليقكم؟ أظن أنها تعلق بالسجون غير الرسمية في المناطق التي تخضع للسيطرة الأمريكية. الأمر ليس بجديد في حقيقة الأمر، حتى المسألة كانت سابقة لمرحلة الثورة. عرفنا يقينا أن جماعات نافذة كانت في صنعاء وفي مناطق مختلفة من اليمن تحتفظ بسجون خاصة بها. تصاعدت هذه العملية، تصاعدت إلى حد كبير إبان الثورة، وتضخمت خلال الانقلاب إلى الحد الذي صارت معه ظاهرة لابد من معالجتها إن أردنا فعلا الشروع ببناء دولة قائمة على أساس المواطنة وحماية حقوق الإنسان. أما فيما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تم الإشارة إليها في تقرير منظمة سام، التي في الحقيقة أحترم جهودها كثيرا، والأخ توفيق وزعده المشكور، ولا يمكن أن أدين أو أرفض أي نشاط يحاول أن يكشف أي ممارسات حتى وإن كانت هذه الممارسات تتم من خلال أو في السلطة الشرعية. لكن علينا أن ندرك تماما أن الوضع استثنائي. الانقلاب هز أركان الدولة، الدولة صارت هشة وضعيفة، كل البنى التحتية للدولة اترأت واهتزت ونهبت، بما فيها البنى التحتية لوزارة حقوق الإنسان الذي لم تعد قادرة في حقها على ملاحقة كل الأمور. لكنني أبشر بأنه نحن قد سعينا بعد أن استلمنا بيانات من خلال منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها طبعا منظمة سام والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمة صح وعدد آخر من المنظمات غير الحكومية. نعم. استلمنا عدد من البيانات، لكننا حتى الآن بصدد التحقق منها. وضعت الوزارة خطة للنزول إلى المناطق المحررة واستبيان هذه المسألة. كما أننا قد وجهنا خلال الأيام القليلة الماضية رسالة نطالب فيها من قبل الجهات الأمنية في عدن والأخ وزير الداخلية بتوضيح ملابسات قضية اغتيال الشاب الصحفي أمجد عبد الرحمن الشعيبي وتعذيب رفاقه المعزين. هذه المسألة نتابعها بجدية، و أود أن أشير لكم بأن الأخ الرئيس حريص على أن لا تكون أي جزئية من ممارسات السلطة الشرعية بها ما يطعن في طبعا حرص الدولة على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها سواء على الصعيد الدولي أو تلك التعهدات التي رمتها على نفسها أمام الشعب اليمني. نحن سنحاول بكل جهد أن نمنع أي ممارسات لانتهاكات حقوق الإنسان، وسنحاول أن نحسن حتى أوضاع الاعتقال. طبعا أنتم تعرفوا القانون اليمني ينص على عدم جواز اعتقال أي شخص أكثر من 24 ساعة دون تحويله إلى النيابة العامة أو القضاء. نعم، لكن للأسف هذا القانون لا يطبق إطلاقا أستاذ دكتور سمير. نعم، يعني نعم، أود أن أعرف يعني ما هي خطواتكم الجادة في مسألة السجون التي هي ليست حتى تحت سيطرة السلطة الشرعية، وإنما يعني تابعة لدولة تعد من ضمن التحالف العربي، الحزام الأمني وقوات النخبة، والتي ربما يعني لا تعلم عنها السلطة
السلطة الشرعية أو تعلم عنها ولا تستطيع حيالها شيء؟ يعني ما الخطوات التي ستقومون لأجل إنهاء مثل هذه السجون؟ أنا لا أحب على الإطلاق أن أرمي عجزا على الآخرين. يعني إذا كانت هناك سجون ومعتقلات لا تعلم بها السلطة الشرعية في المناطق المحررة فهذا دليل على عجز السلطة الشرعية نفسها وعلى عجز الحكومة، وليس من حقنا أن نرمي بهذه التهم على إخوتنا في الإمارات أو أي جهة أخرى. الأمر يتعلق بقدرتنا نحن على ضبط المناطق المحررة. نعم، لكن أستاذ اسمح لي يعني دكتور، أنا لا أريد اسمحي لي دقيقة واحدة. أنا سأشبع كل أسئلتك إن شاء الله. نحن بصدد النزول قريبا إلى المناطق المحررة كلها والتحقق من هذه المسائل، وثقي تماما أن لغتنا ستكون أكثر حدية إذا ما اكتشفنا انتهاكات لحقوق الإنسان، لأننا مكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من قبل هذا الشعب والقيادة الشرعية الذي ائتمنها هذا الشعب على أن نرعى حقوق الإنسان، سواء كان هذا الانتهاك قائما من قبل من يمكن أن نحسبهم بأنهم أصدقائنا ورفاقنا، أو من قبل قوى الانقلاب، أو حتى في إطار العلاقات الأسرية الاعتيادية. سنمنع حق انتهاك المرأة بإذن الله قدر المستطاع، سنمنع حق انتهاك الطفل بإذن الله قدر المستطاع، لأن المسألة في انتهاكات حقوق الإنسان لا تتمثل فقط في قضية السجون والمعتقلات، وإنما حتى في تشغيل الأطفال وتبنيز الأطفال وعدم دفع مرتبات المتساوية بين الرجال والنساء. كل هذه المسائل ستبحثها وزارة حقوق الإنسان، ولكن علينا أن ندرك أننا في لحظة حرجة في وضع صعب جدا، وهذا الوضع ينبغي أن نعالجه بحكمة مع التمسك بالثوابت الأخلاقية والمبدئية للدولة، إلا أننا لابد أن نفهم تماما أن الواقع يفرض علينا بعض الأحيان أن ننحني قليلا للعاصفة، ولكن هذا الانحناء لن يؤدي بنا إلى التفريط. نعم، لا نود لهذا الانحناء أن يأتي على رقاب المساكين دكتور سمير. يعني في نهاية الأمر بالنسبة لي أنا لا ألقي تهمة، أو لا البرنامج ولا القناة تلقي تهمة على أحد. نحن نتحدث من خلال بيان منظمة سام والتي عملت بجد الفترة الماضية، وهناك أسماء والبيان بين يديكم بالتأكيد لمعسكرات تابعة لسين ولصاد، وللأسف أيضا يعني أنها تحمل أسماء كنا مثلها مثل الميليشيا. يعني ذهبنا من عند أبو عليلة عند أبو اليمامة وأبو الزرقاء. عموما دكتور أود أن تجيبني يعني بوضوح، هل وزارة حقوق الإنسان ستتمكن من النزول إلى عدن وحضرموت للتثبت من وجود هذه السجون وما يجري بداخلها؟ إن لم نتمكن من النزول ومتابعة هذه القضايا والشكاوى، علينا أن نقدم استقالاتنا مباشرة، لأننا سنصبح وزارة بلا جدوى وبلا قيمة. نحن بصدد النزول، ادعوا لنا بالتوفيق. الوضع صعب ومعقد، ولكننا نأخذ كل الملاحظات والشكاوى المقدمة سواء من قبل عامة الناس أو من قبل منظمات غير الحكومية، نأخذ الجد. أنا لا أتهم أي منظمة بتفريق تهم، أقر بأن احتمالات الاختراقات واردة، قد تكون بعض الممارسات ناتجة عن جهل بالقانون، قد تكون بعض الممارسات ناتجة عن حالة حماسة من خلال المعركة. كل هذه المسائل سنمنعها بإذن الله وسنتحقق منها. طبعا الوزارة الآن تلملم الميكانيزم، يعني ميكانيكيتها، تلملم أدواتها. إن تمكننا من إنجاز بناء هذه المؤسسة، أعدكم بأننا سنحاول أن نلاحق كل من يقوم بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان هذا الشخص. نعم، وهذا ما نأمله دكتور. نعم، أطمن الإخوة في منظمات المجتمع المدني بأنني شخصيا قد حملت من قبل الأخ الرئيس مسؤولية رعاية حقوق الإنسان ومنع أي محاولة لانتهاك حق الإنسان أيا كان وفي أي مكان كان وبواسطة أيا كان. وثقتنا بك كبيرة دكتور سمير الشيباني، ونأمل أن يعني تسارع في حل هذه الإشكالات. شكرا جزيلا لك دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق، استمعت لحديث الدكتور سمير، كيف تعلق؟
لا حقيقة خطاب الأخ الدكتور سمير الشيباني خطاب إيجابي وتفاؤلي. نحن أيضا عملنا كبير في قيادة وزارة حقوق الإنسان الجديدة، الدكتور محمد عسكر، النائب الدكتور سمير الشيباني، الأخ ماجد إلى غير ذلك. ونحن نتمنى أن نعمل أيضا كفريق واحد من أجل الوقوف مع هذا الإنسان أيا كان هذا الإنسان. لغة الخطاب الآن الذي تقدم بها الأخ النائب لغة إيجابية ومبشرة بخير، وأعتقد أننا كما تحدثت سابقا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الدكتور سمير بأننا مستعدون أن نطرح كافة البيانات المعلومات التي نمتلكها بين يدي تحت خدمة الوزارة ما دامت هذه المعلومات وهذه البيانات سيتم التحقق فيها في الوصول إلى نتيجة معينة وهي وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم في ظروف قضائية عادلة وفي كافة الشروط المعيارية والموضوعية، ويقول القضاء كلمته في هذا الأمر. نحن نتمنى حقيقة أن يكون المستقبل القريب مبشرا بالخير في هذا المجال. نعم دكتور، يعني عفوا أستاذ توفيق، يعني برأيك هل يمكن يعني أن تتحدث عن فراغ الدولة والذي يعطي ربما مساحة لعدم وجود القانون، لكن هل تتوقع بأن هناك قدرة للسلطة الشرعية على إنهاء هذه السجون غير القانونية والتي لا تقع تحت سيطرتها بشكل مباشر؟ لا، كما قال الأخ النائب أن هنالك اهتزاز لأركان الدولة، لكن أنا أعتقد أن القضية الآن برمتها داخلة في الإطار السياسي، هنالك مماحكات سياسية وهنالك تصادم سياسي وتصادم إرادات سياسية بصورة أو بأخرى. هذا الأمر هو انعكس سلبا على واقع حقوق الإنسان في الجزائر، وأنا أعتقد أنه إذا الناس توصلوا إلى تسوية سياسية معينة أو لتوافق سياسي معين أو أن الدولة نزلت بثقلها الحقيقي، لأنه في النهاية مشروعية كل الكيانات الموجودة اليوم في المناطق المحررة تستمد مشروعيتها من مشروعية الدولة القائمة اليوم، وبالتالي رفع الغطاء عن هذه الكيانات سيفقدها المشروعية تماما وسيجعلها عبارة عن كيانات خارجة عن القانون. وبالتالي نحن نعتقد أن الدولة بيدها أوراق كثيرة قادرة بصورة أو بأخرى أن تحاول أن تفرض قدر الإمكان، تضغط قدر الإمكان لتصل الى يعني تسويه لرفع معاناه الناس وحقوقهم ومعرفه الناس اين ابنائهم ماذا يتعرضون، لان حقيقه الواقع في ماساويه كثيره. اعتقد الدوله قادره اذا كانت هنالك اراده صادقه. نعم، اذا استاذ توفيق، يعني العدد الكبير من السجون الذي يعني ورد في مؤسسه سام، كيف تفسر هذا العدد الهائل منها؟ استمع لاجابتك بعد الفاصل. انا اشهدكم الله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا اخواتنا، انا اشهدكم الله بحق الاخوه، بحق الاسلام، خافوا من الله. أسألكم بالله، أسألكم بالله، أخرجوا عيالنا من السجون، أخرجوا عيالنا من السجون. هذا شعر مرضي قصته، قصته لا يخرج، تخرج لا يخرج زوجها. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى. استاذ توفيق، كنت سالتك قبل الفاصل، يعني بين يدي بيان منظمه سام هناك اشاره لعدد هائل من السجون، ربما 8 يتبع اداره امن عدن، وهناك 8 ايضا تابعه لمدير الامن السابق شلال شائع، و6 في حضرموت تقريبا. يعني ما كل هذه السجون، كيف تفسر وجودها في ظل غياب العديد من الخدمات؟
له امر طبيعي في ظل غياب هذا تتعدد السجون بهذه الصوره لتعدد مصدر القرار ومحاوله الانتقام والاخفاض صوره او باخرى. في عدن ربما الامر واضح، في صنعاء الامر اكثر غموضيه، هنالك سجون متحركه، نحن نتحدث عن سجن بعد يومين يتحول لمقر قياده، بعد ثالث تخرج السجون في مناطق اخرى، صنعاء اصبحت عباره عن سجن معتقل كبير تتحرك فيه، ربما لو احصينا السجون اليوم داخل عاصمه صنعاء سيصاب الانسان بالذهول يعني، ربما تتركز في اطراف المدينه، لكن هنالك تغيير مستمر، ما كان اليوم سجن اصبح غدا مقر او ملقى اعتقال، خاصه اذا كشف او تحدثت عنه الزياره والى غير ذلك. الامر ايضا في عدن هنالك ربما محاوله الابتعاد عن السجون الرسميه، السجون المركزيه، سجون الاحتياط، غالبا لان هذه السجون هي التي يقصدها الناس عند اختفاء ذويهم واهليهم، وبالتالي هم يحاولون الذهاب الى اماكن او الى سجون ربما لا يعرفها الناس، وبالتالي اذا انكشف سجن من السجون يحاولون البحث عن سجن اخر بحيث يتخفف الضغط وتستمر الحاله بصوره او باخرى، وقد تجد لا تجد العدد الكبير في بعض السجون، لكن تظل هذه السجون تحتفظ بنوع معين وهذا السجون تحتفظ بنوع معين، وهذا يفسر نوع من التكاثر العددي للسجون سواء هنا او هناك. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الأستاذ توفيق الشعبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني من تعز. مساء الخير أستاذ توفيق. يا مساء النور، أهلا بك معنا. لو بدأنا معك بالحديث عن مخاطر السجون غير القانونية، توسع الانتهاكات أيضا والاختطاف والذي ربما توسعت من مناطق الميليشيا إلى مناطق الشرعية وهي المناطق المحررة. هذه المظاهر أو هذه القضايا هي حساسة للغاية جدا، وباتت أمر يؤرق كثير من المواطنين أو من الحقوقيين الذين يسعون لتتبع هذه السجون الخاصة التي تنشأ خارج إطار القانون، منها ما يكون معلوم أو ما يتضح للعامة، ومنها ما يظل يحتاج إلى بحث ولا يكتشفه الحقوقيون أو الناشطين إلا بعد خروج أي من المعتقلين من هذه السجون. أمر لابد أن يتم الوقوف تجاهه من قبل السلطة الشرعية ومن قبل المنظمات الحقوقية المعنية بهذا الأمر، لأن تعدد هذه السجون وكثرتها هو المدخل الرئيسي وسبب رئيسي لتعرض الضحايا للتعذيب سواء النفسي أو الجسدي، إضافة إلى استمرار عملية الاختفاء ناهيك عن ما يقاسيها أو ما يعانيه أهالي الضحايا في حال لا يعلمون أين يتم احتجاز أو الإخفاء القسري لأبنائهم أو لأقربائهم. نعم أستاذ توفيق، إذا يعني ما الذي يجب على السلطة الشرعية تحديدا أن تقوم به؟ الكثير والكثير يجب على الحكومة أن تقوم به تجاه هذا الموضوع، وخاصة تجاه السجون الغير قانونية أو الغير رسمية المعروفة والتي يتم التعامل معها حتى من قبل المحتوبين على السلطة الشرعية في كثير من المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية. لابد أن يكون هناك تحرك سريع لوزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان من أجل إغلاق هذه السجون وإصلاح السجون المركزية أو السجون التي تخضع للإشراف الحكومي ليتسنى للناس التعامل مع هذه الأماكن بصفة رسمية وملاحقة أي انتهاكات ومتابعة ومراقبة حالة المعتقلين أو المختطفين أو من يتم حجز حريتهم لأسباب قانونية. نعم. أما إذا ظل الأمر على هذا النحو فإن ذلك سيجعل أولا الضحايا أيا كان التهم الموجهة لهم عرضة للتعذيب بعيدا عن أعين ورقابة الناس، ثانيا سيصعب على الناشطين والحقوقيين متابعة أو مراقبة مثل من أجل والمراقبة لهذه الأماكن حتى من أجل أن يتم الحد من الانتهاكات، ولا سيما وان التعذيب يعتبر من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وهي بالخطوره بمكان سواء للضحيه او لاسر الضحايا.
نعم، يعني تحدثت عن مخاطر تحويل بعض المزارع ايضا والمعسكرات الى سجون غير قانونيه على حياه المختطفين، ولكن يعني حين تابعنا يعني بيان منظمه سام هناك اساليب سيئه في تعذيب هؤلاء المختطفين ربما لا تختلف عن ما تقوم به الميليشيا، لماذا يصل الأمر إلى هذا السوء أستاذ توفيق؟ يعني ربما كنا نتحدث عن انتهاكات الميليشيا بقولنا هي ميليشيا ليست دولة، ليست يعني لن تهتم بهؤلاء الناس لأنها ليست سلطة حقيقية، ماذا عن هذه السجون التي يفترض أن تكون تحت إدارة السلطة الشرعية؟ أولا بخصوص جزئية أن هؤلاء لا يخضعون للقانون أو لا يخضعون للمسالة القانونية باعتبارهم جماعات مسلحة أو جماعات غير شرعية خارج إطار السلطة المعترف بها، القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي الإنساني حتى قواعد القانون حقوق الإنسان اعتبرت أي جماعة في حالة النزاعات المسلحة الداخلية، إذا ما اعتبرنا التوصيف القانوني للنزاع الدائر في اليمن، بأنها مسؤولة مسؤولية كاملة قانونية، وهذه عن هذه الاختطافات أو هذه الانتهاكات أو التعذيب أو إنشاء سجون خاصة يتعرض فيها الضحايا أو المحرومون من حريتهم للتعذيب، فإنها جرائم ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، يكون المسؤولين عنها بصفة مباشرة أو المشرفين أو من يديرون هذه الأماكن بحكم مبدأ مسؤولية القيادة عن أفعال تابعيهم يكونوا مسؤولين جنائيا وقانونيا أمام القضاء وأمام الجهات الجنائية لمحاسبتهم. لا يعني أنها جماعات مسلحة أو ميليشيات أنها لا تخضع للقانون أو أن لا يسري عليها العقاب أو الحساب وفقا للقانون الجنائي الدولي أو قانون وقواعد القانون الإنساني الدولي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الشعبي المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني التثبت من أسماء السجون التي تم إيرادها كيف قمتم به؟ ما هي آلية العمل التي يعني أصدرتم من خلالها هذا التقرير؟ عملية التثبت ومعرفة الأسماء تمت من خلال عدة أشياء، من خلال أولا الضحايا أنفسهم الذين خرجوا من هذه السجون وتم توثيق شهادتهم بصورة أيضا من خلال مجموعة من الراصدين الموجودين على الأرض والنشطاء، وبالإضافة إلى التقارير التي صدرت بخصوص هذا الأمر، قارنا المعلومات البيانات واستطعنا نصل إلى هذه الأسماء، وإن كنا كما بينا أن هنالك أسماء كثيرة أيضا لكننا لا نستطيع أن نحدث فيها نوع من التوثيق الدقيق فلم نوردها مطلقا. نعم، إذن أستاذ توفيق برأيك لماذا أصبحت هذه السجون وفروعها أيضا بنية تحتية للسلطات المرتبطة بقوى إقليمية؟ لا، هي في حقيقة الأمر هي السجون هي بالنهاية تعتبر أداة من أدوات نستطيع أن نقول أداة من أدوات المصالح معينة، بمعنى أنه عندما الحوثيون في صنعاء يستحدثون سجون سرية أو سجون خارج القانون، وهي هذه السجون ترتبط بهدفهم أو بمصالحهم، وهي السيطرة وإخفاء كافة المعارضين ومحاولة الانتقام منهم بصورة أو بأخرى. كذلك في الأمر ينطبق أيضا في المناطق التي تغيب فيها الدولة، تظهر فيها كيانات وتشكيلات مرتبطة بمصالح معينة، أكيد بأن هذه المصالح تتعارض مع مصالح فئات أو جماعات أو لتحقيق رؤى معينة، فيتم بناء هذه السجون توافقا مع المصالح العامة وفق رؤيتهم هم، خاصة في ظل غياب الدولة، وإذا حاول الشخص أو حاولت هذه الجماعات أن تجعل من نفسها هي الدولة، وبالتالي تقوم هذه الجماعات بخلق هذه السجون من أجل تثبيت أركانها والقضاء على كافة المعارضين الذين تتهمهم
بدون توجيه أو رعاية قانونية أو سلطة قضائية حقيقية يمكن أن تردعها أو تصوب أفعالها إلى غير ذلك. نعم، إذن أستاذ توفيق، يعني تابعت يعني بعض أساليب التعذيب التي أوردها تقرير منظمة سامو، كان يعني صادم للأمانة، وأشعر بأنه يعني لا يختلف كثيرا عن أساليب ميليشيا الحوثي. لما يلجأ يعني طرف لهذه الأساليب في تعذيب من يختلف معه، وربما هم يقبعون تحت سلطة أو على أرض محررة يفترض أن تكون تحت إدارة سلطة شرعية؟ لا، قضايا التعذيب، نحن في قضايا التعذيب أوردناها سابقا، لو نعود إلى أرض تقرير الأرض المنسية في فصل التعذيب مذكورة الأساليب التي تم استخدامها، وأعتقد أنه في أكثر من أمر ذكرنا هذا الأمر. لكن هذا الأمر أيضا هو مرتبط ببعد فكري وبعد نفسي وبعد أيضا وبعد نفسي وبعد فكري وبعد ثقافي، وبالتالي الجماعات التي تمارس هذه الانتهاكات أو الفئة التي تمارس هذه الانتهاكات أنا أعتقد أنها أيضا هي فئة غير طبيعية، بمعنى أن لديها تكوين نفسي وتكوين فكري وتكوين ثقافي معين نحو هذا الآخر، وبالتالي هي تمارس هذا التعذيب بنوع من الانتقام ونوع احيانا يصل الى نوع من الجهاد المقدس او نوع من العمل الوطني، وبالتالي ترى ان هذا الضحيه الذي وقع بين يديها هو العدو، هو الشيطان الاكبر الذي يجب التخلص منه، يجب تاديبه، يجب اعادته الى الصواب، وترى ان مثل هذه الوسائل كافيه. يعني انا اعتقد ان الدكتور البنيد في قناه بلقيس عندما قدم شهادته في قضيه المعتقل أحد المعتقلات من عمران، جمال الشيباء جمال في عمران، تحدث عن وسائل ووصلت إلى أن يفقد هذا الإنسان الإحساس، ومع ذلك لم يراعى لم يطلق، بمعنى أننا أمام نفسية، أمام أناس غير طبيعيين من الناحية النفسية ومن الناحية الفكرية. نعم. لدينا رسائل مسربة من داخل السجون في العاصمة صنعاء عن آلية التعذيب، أيضا ستجد أن الذين يمارسون هذا التعذيب لا يمكن أن يكون أناس طبيعيون على المستوى الفكري ولا على المستوى النفسي، وبالتالي عملية التعذيب هي مرتبطة بأبعاد متعلقة بالتكوين، متعلقة نعم. بالبعد النفسي، متعلقة أيضا بالأمر الديني أحيانا. نعم، ونحن من خلال حديثنا يعني تذكرنا معتقلات الميليشيا وما يحدث فيها. ينضم معنا عبر الهاتف سيد نبيل الحوري وهو مختطف سابق لدى الميليشيا من مأرب. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخيرات. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. نود أن تحدثنا عن يعني قصة اختطافك، بداية من أين اختطفت؟ حقيقة كنت في مقر عملي بجامعة العلوم التكنولوجية، في يوم 16/11/2015 تفاجأت بدخول مجموعة مسلحة من ميليشيات الحوثية إلى مكتبي، وتم أخذي من المكتب مباشرة إلى منطقة في الدائري اسمها قسم الجديري. مكثت في هذا القسم يوم واحد في زنزانة انفرادية. مساء تم تحقيق معي بصورة مستعجلة، ثم نقلي مباشرة إلى مقر احتياطي هبرة الذي ظللت فيه سنة وسبعة أشهر. خلال الشهرين الأولين للأسف لم نجد من هذه الميليشيات الحوثية أي تعامل إنساني أو أخلاقي أو ديني، سميه كما شئت أن تقولي. كنا محرومين من أبسط الحقوق التي يمكن أن يجدها المعتقل أو المختطف، سواء على مستوى الخدمات، على مستوى الأكل والشرب، أو حتى على مستوى الزيارات الأسرية. كنا ممنوعين منعا باتا من رؤية أقاربنا مدة شهرين كاملين، وعندما كانوا يأتون إلى مقر السجن كانوا دائما يخبروهم أنه لا يوجد أي سجين بهذا الاسم. فظلنا على هذه الحالة لأكثر من شهرين متكاملين. للأسف لا يوجد مع المختطف في هذه الفترة إلا ما يلبسه من ملابس مرة واحدة، وكنا محرومين حتى من أبسط الأشياء البسيطة، منها حتى رؤية الشمس. فترة الشهرين الكاملة لم نرى الشمس ولا يوم واحد. أيضا كانت هناك معاملة سيئة من قبل السجانين، الشتائم والإهانات،
أيضا حتى على مستوى الأكل والشرب. نعم. كان هناك امتهان كبير جدا في هذه ما الذي حدث بعد شهرين؟ بعد شهرين تم فتح الزيارة لأول زيارة جقت بها أسرتي، وبدأت الأمور تتحسن لأنه تم فتح باب الزيارات. وعفوا قبل ذلك شفنا أن الوضع يستاء كثيرا لمجموعة المعتقلين، فقمنا بعمل أول إضراب في معتقل الهبرة بعد تقريبا شهرين، وكان من أهم مطالبات هذا الإضراب هو فتح باب الزيارات والبدء بإجراءات التحقيق أو إحالتنا للنيابة. كان الإضراب مزعج جدا لهؤلاء الميليشيات لأنهم لا يريدون أحدا يطلع ماذا يجري داخل السجون، وفعلا تم معاملتنا معاملة قاسية جدا. تم الدخول إلى تم تعذيبك خلال الفترة التي سجنت فيها؟ كان تعذيب نفسي بدرجة كبيرة، إلا أنه في أحد الأيام عند بعد الإضراب أدخلوني أنا و 32 شخص من الزملاء المغربين إلى غرفة لا يتجاوز مساحتها متر ونصف في مترين، وظلنا فيها لأكثر من ساعات، يعني لم نستطع الجلوس ولم نستطع حتى القيام فيها. كان فقط عبارة عن تعذيب نفسي بدرجة كبيرة، أما التعذيب الجسدي فبصراحة لم أصب بذلك الحمد لله. نعم، إذا الحمد لله على سلامتك أستاذ نبيل، و شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في المساء اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني لا تختلف الحالات كثيرا، وإنما يعني ربما تختلف الأماكن فقط والأشخاص. الدعوة التي وجهتها منظمة سام لإغلاق هذه السجون غير القانونية، هل تتوقع أن تجد صدى من قبل الجهات المعنية؟ نحن نتمنى، كان تفاعل الأخ نائب الوزير تفاعل إيجابي وكبير، وأنا أيضا نتمنى أيضا من الناشطين ومنظمة المجتمع المدني أن تتكاتف الجهود تشكل واجهة واحدة، لأنه في النهاية هدفنا هو الانتصار للإنسان اليمني. نحن مع الإنسان ضد الجميع، أيا كان هذا الذي ينتهك حقوق الإنسان، كما نقول دائما حتى ولو كانت الحكومة الشرعية نفسها. نحن نرصد في منظمة سام، أعتقد من يتابع البيانات الشهرية التي نصدرها عن منظمة سام ستجد أن كل الأطراف يتضمنها هذا التقرير، كل الانتهاكات تتضمنها هذا التقرير. نحن أعتقد أنه على رأس الشهر عندما يصدر هذا البيان، للأسف الشديد إما نتحول أبطال أو نتحول أنذال. من لم يعجبهم هذا البيان، من لم يعجبه يبدأ بعملية اتهامات ممنهجة وتصنيفات إلى غير ذلك، ومن يرى أن هذا البيان أصبح يعني يخدمه ترى أنه يستعرض هذا البيان ويثريه ويشرح إلى غير ذلك. نحن نطمن الجميع بأن بياناتنا ستظل على هذا المنوال، من مع الإنسان ضد الجميع أيا كان هذا المنتهك. يهمنا كرامة الإنسان اليمني، الخلاف الداخلي سواء كان السياسي أو الحروب. اتفاقية جنيف واضحة، اتفاقية جنيف الأربع يجب أن يراعى حق للإنسان حقوقه الكاملة. الميليشيات سميها ما شئت، الميليشيات وغير ذلك ملزمة ومساءلة أمام القانون الدولي بأن تراعى المواثيق والاتفاقيات وتحفظ كرامة الإنسان وتحصل ويحصل على كافة حقوقه. وفي الحالة الاستثنائية حددها القانون في إطار ضيق وضيق وضيق جدا في هذا الجانب، وبالتالي لا مجال لأحد اليوم أن يتذرع بأي ذريعة. نحن نتمنى أن نرى يمن يصان فيه كرامة الإنسان، والله إن كرامة الإنسان موجعة. نحن نراعي قصص، نراعي آهات، نواجه آلام والله لا يسمع بها السياسيون ولا يسمع بها الإعلاميون كثيرا، لكننا والله تقريبا يوميا 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 لدرجة أننا أحيانا لا ننام. القضية فيها صعوبة 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 جدا، أن تجد امرأة لا تدري أين زوجها، أن ترى أم فجأة فقدت من فلذتك بابنها تتمنى رؤيته ثم تموت هذه الأم دون أن تستطيع رؤية هذا الولد، بل لا تعلم إلى أين ولدها. يعني اليوم العملية أصبحت كبيرة أختي الكريمة، والله العظيم يعني أمر لا نستطيع أن نصفه، لكن هذا واقع. على المجتمع اليمني أن يعي مع عملية إذلال ممنهجة، والله عملية إذلال ممنهجة لتركيع المواطن. ونحن نتمنى نعمل جهدنا من أجل هذا الإنسان، سيظل صوتنا
ضد نعم. أي إنسان ينتهك حقوق الإنسان. نعم، ونحن نشد على أيديكم أستاذ توفيق، شكرا لجهودكم وشكرا لوجودك معنا في المساء اليمني. توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.